من يرى ويعاين قوة دبابة الميركافا الإسرائيلية وما يملكه هذا الوحش من تكنولوجيا عسكرية فائقة يسأل نفسه عن السبب الذي يمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الهجوم البري على غزة، وهي من حشدت مئات الدبابات من هذا النوع على طول الحدود. الإجابة العسكرية تتلخص برأي البعض في انخفاض الفائدة من هذه القوة خلال هذا النوع من الحروب، خاصة أن قدرات الميركافا صممت لحروب مفتوحة وواسعة النطاق وخصصت لاحتلال الجبهات والمدن إلا في البيئة التي تشبه قطاع غزة. من حيث القدرات فإن كل دبابة ميركافا آي في تشكل وحدة عسكرية متكاملة لمهام الاقتحام والهجوم ونقل مجموعة قتالية من 6 أفراد، إضافة إلى الطاقم المكون من 4 جنود، وهي مزودة بحرب إلكترونية دفاعية، بل إن لها قبة حديدية مستقلة تساعدها على صد القذائف والصواريخ والرد على مكان الإطلاق. الأخبار القادمة من غزة لا تسعد الإسرائيليين الذين يرجحون فقدان فاعلية الميركافا بسبب التكتيك الذي تستخدمه حماس والفصائل الأخرى، خاصة أن هذه الفصائل تمتلك مضادات للدروع يمكن ضربها من عناصر شبحية تضرب وتهرب، وقد يتم استهداف الدبابة الواحدة بأكثر من قذيفة من طراز ياسين التي تشبه قذيفة الار بي جي الروسية. وإن كانت هذه القذائف عاجزة عن اختراق درع الميركافا البالغ سمكه 13 سنتيمترا من الفولاذ، فإنها كفيلة ربما بتعطيل بعضها، ناهيك عن الكمائن والألغام المطورة والعبوات الناسفة شديدة الانفجار التي تمرست الفصائل الفلسطينية على زرعها، ما قد يجعل من تحرك الميركافا معقدا بالتعامل مع أهداف عسكرية غير واضحة. بدت إسرائيل متحسبة للتكتيك الفلسطيني المتوقع، وإلا ما كانت لتزود دبابات الميركافا بمظلة معدنية خوفا من المسيرات الانتحارية والقذائف التي يمكن أن تستهدف الفتحة في أعلى البرج، ما قد يحولها إلى فرن يشوي من في داخلها بفعل انفجار القذائف التي تحتويها. الفشل الاستخباراتي الذي حصل في 7 أكتوبر عزز أيضا وجهة النظر التي تقول إن إسرائيل أصبحت شبه عمياء عن نوع المفاجآت التي قد تنتظرها في حال اجتياحها البري. فإن كانت قذيفة ياسين لا تخترق الميركافا، من يضمن ألا تكون حماس قد خزنت صواريخ الكورنيت وقذائف مضادة للدروع أكثر تطورا؟ ولعل عملية جس النبض التي حصلت قبل أيام قد نبهت إلى سيناريوهات ستكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة، تضاف إلى جملة التعقيدات الأخرى في القطاع وداخل إسرائيل وخارجها. كل ذلك يوحي بأن ثمن الاجتياح البري سيكون باهظا على إسرائيل كما الفلسطينيين، إلا إذا كان مؤشر الانتصار مرتبطا بكم الدم والجثث والدمار لكل شيء فوق أرض القطاع.